سعيد بوجودي في بلد الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنا أمثل هيئة التقييد، الهيئة الإقليمية التي تضم في عضويتها دولة الإمارات والعربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، وبالإضافة إلى الجمهورية اليمنية. وهذا حدث كبير حقيقة وليس غريب على دولة الإمارات، أنها في 2008 قد استضافت هذا الحدث، وهذا لكن الآن في 2022 الحدث الأكبر، أكبر دليل يعني أكثر من 1000 مشارك الآن من غير اللي يشاركوا على الأونلاين، وليس غريب على هذا الدليل على الاعتراف الدولي بدولة الإمارات وممارساتها، اتخاذها الممارسات الدولية الأمثل في مجال التقييس وأنشطته المختلفة. ونحن نتطلع الحقيقة في التقييس إلى التوصيات ومخرجات هذا الاجتماع التي ستخدم بلا شك أجهزة التقييس الخليجية وأنشطة التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي. الحقيقة الهيئة المصرية لعمل فطن الجودة كيان عريق، احنا تم انشائنا سنة 1957، وفي نفس السنة دي انضمينا لمنظمة الايزو، فلينا تاريخ طويل من العمل مع الايزو. بنصدر كل مواصفاتنا متوافقة مع المواصفات الدولية، عندنا اكتر من 100 عضوية بي ممبر في اللجان المختلفة للايزو، بنشتغل معهم في كل المجالات سواء هندسية، كيميائية، غزل ونسيج او غذائية. النشاط التقييس في مصر نشاط قوي جدا، بنعمل حاجات كتيرة جدا من اول اصدار المواصفات ونظم تقييم المطابقة باختلاف انواعها. عندنا كمان من الحاجات المميزة جدا عندنا في الهيئة المصرية لعمل الصوت والجودة علامة الجودة المصرية. الحقيقة المشاركة بالنسبة لنا هنا في المؤتمر ده طبعا إضافة للهيئة، مؤتمر كبير جدا، تنظيم أكتر من رائع. احنا كمان يعني مرشحين على مقعد في المجموعة الثالثة، وإن شاء الله يعني ربنا يكلل جهودنا بنجاح والتوفيق.